السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الف مليون مبروك لجماهير الزمالك العظيمة، الفوز النهاردة على غزل المحلة 2-0 في المحلة، والفرحة بقى الكبيرة ان الاهلي انهزم من بيراميدز 2-0 علشان ينفرد الزمالك بالصدارة بجدارة. حتى لو الاهلي فاز في مباراتين والمؤجلتين خلاص الزمالك كده عدى، لان الزمالك اصبح له 57 نقطة. لو الاهلي حتى كسب المباراتين نحط له 6 نقط على 48، يبقى 54 نقطة، يبقى فارق 3 نقط لصالح الزمالك. بافتراض الاهلي هيكسب كل مبارياته والزمالك يكسب كل مبارياته، يبقى الدوري في 100 عقبة ان شاء الله. عشان كده الواحد يقدر يقول كل شمام وانسى اللي حصل لك من الاهرام.